السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله نتقابل النهاردة في فيديو جديد. المعنى ده كاسيت باناسونيك صنع في ماليزيا، عبارة عن راديو متعدد الموجات FM و MSW واثنين شريط كاسيت. الكاسيت ده الموديل بتاعه RX شرطة CT890، RX شرطة CT890 صنع في ماليزيا. الجهاز وزنه 6.5 كيلو، عرض الجهاز 60 سنتي في ارتفاع 25 في عمق 20، صنع في ماليزيا ونشوفه مع بعض. This cassette is Panasonic radio multiband FM and AM and SW and two tapes model RX-CT890 made in Malaysia. ترد عليهم؟ لا احنا بقى النقطه الرابعه هو نشر الجيش اللبناني ونشر قوات الطوارئ. اثنين بلقاء اخر في اللقاء بيحاولوا يبدأوا الهدف. الدوام ساعات العمل دي نحاج عندك هوايات بقى معينة بتحب مثلا انت وزي ما شفنا الفيديو مع بعض ان شاء الله ينول اعجاب حضراتكم. ده كاسيت باناسونيك صنع في ماليزيا، عباره عن راديو متعدد الموجات اف ام و ام اس دبليو واثنين شريط كاسيت. الموديل بتاعه ار اكس شرطه سي تي 890، وزن الجهاز 6.5 كيلو، عرض الجهاز 60 سنتي في ارتفاع 25 في عمق 20 سنتي. ان شاء الله الفيديو ينول اعجاب حضراتكم، نتقابل في فيديو جديد. شكرا.